مفاتيح الخطيبة ديالي مفهمتش مخطوب يعني. خطوب اه خطوب ميتة هذاك شي فاتيحة. وحده، اه خطوب هذاك شي وحده. اه ميتة فاتيحة. السلام عليكم الخوت، ما تكونوا بخير على خير. دريبات تيست، اش هدوزتي؟ تقريبا عام. عام. مزيان. بنتي شاكه فيه ولا لا مش شاكاش فيه بالعكس. راك تيقع فيه؟ تيقع. هاد قلتي لي جربتي بصاحب الشاكم شامة. والله ولكن مهم تتأكدي أنا اللي عطنا نمرة واحدة أخرى. فين هي؟ هي هادي. بالبلا ما هي حيوة باش الأخرى تعرف اللي راه كيبغيها هي، فهمتي كيف؟ الو، نهار. السلام عليكم عليكم السلام. خويا العزيز، سي داير بخير مرحبا. خويا العزيز. حنا في السوبر ماركت قنيطرة ديال لي كادو، كل سيمانة تنخرجوا الزنقة تنديروا مسابقة. تلاقينا واحد السيدة، عطينا ثلاثة ديال الأسئلة جاوبت عليهم، قال لها السؤال الرابع اللي هو هذا اللي عيطنا لك انت فيه، باش تكمل ليها واحد الربح ديال جوج تليفونات زائد قسيمة شراء 10,000 درهم. خص السيدة ديجا تكون اون كوبل، هي اللي عطاتنا نمرتك وسميتك، قالت لنا دايرة معاك علاقة. حنا لك ممكن تعطينا غير سميتك، ان شاء الله الا كان تطابق في الاسماء غتربحوا بجوج. ضروري خصني نقول تسمية وما يمكنش تعطيني. لا ما يمكنش، عرفتي علاش؟ حيت ضروري خصك تعطيني انت السميه باش تكمل لها هي الربحه. كتك. هي معاكم دابا وقتها معاكم هي دابا. معانا. فتيحة الخطيبة ديالي مفهمتش مخطوبة يعني. مخطوب. سميتها خطبتك شي فتيحة. وحده؟ خطبتك شي وحده؟ سميتها فتيحة. مرحبا، شو سميتك اختي؟ حنان. ولا زيد تهضر معاك فاتحة؟ خويا كيفاش فاتحة؟ واش انت مالك مريض؟ شكون من بعدا؟ حنان. حنان. منال. منال؟ منال. دابا انت وقيلا مخلط هنتايا. وحتى انا فهمتي راه داير العلاقات، ولكن عندي واحد الخطيبة ديالي كنبغيها وهادي هي فاتحة. وباز تضحكوا على بنت الناس يد كذاب. وكنتي عارفاني فهمتي راه انا ما عارفاكش. انا ما عارفاكش. قلت لك تنبغي واحد البنت وهادي باغي مع ما قلتيش المعقول، ليا. عارفه وباغي تهاي وكذا. انت كذاب. اش انا كذاب؟ شكون قالك انا كذاب؟ سير كذاب. الاخر كتكذبوا على بنت الناس. مشكلة. دابا سمعيني، دابا سمعيني سير اخويا الله يسهل عليك. سير ما كاينش غير انت. صافي سير اخويا الله يسهل عليك. صافي صافي سير عند فتيحة. شنو كان شنو نعم اخويا؟ خويا دابا انت فهمتي شفتي شنو الصداع وكذا. كاين صداع انت ما حشمتيش دابا. قول واش هذاك وجهك ولا قفاك؟ واش انت مرونه صاحبي تقول لك السميه؟ انت كاع السميه دزتي عليهم، درتي عليها السميه ديال بنات المغرب كامل. هو هذا مش شباب دابا فهمتي. ما بقاتش دابا قدي ماشي وحده في الاخر تضحك عليك من احسن. تضحك عليها انت؟ تضحك فرحانه؟ ما نضحكش. كنتي نبكي ولا شنو؟ لا لا تضحك مع راسك. دابا انت اللي جا تماك خاطبك وحده زايد انت ما مخلطاش. نعم شنو انا؟ انا والله والرسول. واه تقول هي ما حشمتيش. اقول لي دابا انا نهضر معاك، انت اللي خنتي هاد الدريه هادي مسكين. اقول لي هو دابا خاف دابا الخطيبه ديالي تشوف المسابقه ولادي وتعرفكم. هو دابا اسمعني، هو السيده ديالي اللي ضيعتيها مسكينه. دابا هاد المسابقه فين غدوز؟ هاد المسابقه ما فين غدوز؟ الدوزيم. اسمع اسمع شنو قالت لي. عدوز الدوزيم وعندي لك القرباله. اش من خطيبه ولا زمره؟ ثم تتلقاو بنات الناس تبقاو تكذبوا عليهم. نادم كي داير. يا اخويا شو شو هذا ما فيش في عيال الرجال صراحه. دابا هذا في عيال درتي دابا انت؟ واش دابا هذا في عيال درتي انت؟ خويا هادشي هذا الوقت دابا فهمتي. الوقت ودابا واش تبغي شي واحد يدير لك هادشي لبنتك ولا لختك ولا حتى لمرتك؟ يقدر يوقع لها هادشي. تزوج بواحد تلقاها مصاحبة، شنو غادير؟ دابا تخيل معايا تزوج بوحدة تلقاها مصاحبة. هو شنو قتلها؟ قتلها. وانت خصك القتيلة. ودابا هي الدري شنو غادير لك دابا؟ هو انت تقتلني اللي بغاتي. خويا واش انت مسطي ولا مالك؟ قول لي واش مطير لك شي فيزيبل في راسك ولا شي بولون طايح ليك؟
ودير دار ليك، ما تبقاش تفلى على بنات الناس اخويا، هادشي هضره ماشي في عين الرجال. صافي شكرا خويا على الهضره اللي قلتي لي، شكرا. شكرا، يلا سير اخويا معاهم، سير تلقى الله يا من الرجال. يا انت شنو تقولي لي من هذا المنبر؟ خويا ما بقاش بنات الناس و... لا لا باقي انت جميع، شكون انت باقي؟ ايوا نقولي الله ياخذ فيك الحق. بقى فيك الحال؟ بقى فيا الحال شويه ولكن عادي كتوقع. تتوقع يا اه كيما كاينه زوين كتبقى خايبه. الله يلاقيك مع الزوين نقول انا. هذيك خوت اللي بغي نقول لكم من هذا المنبر هو انه الله يهدي الجميع، اللي بغي تستهزئوا بكم طيرات القناه انستغرام مرحبا بكم كاملين، تهلاو ليا في راسكم.